هو تأثير نشاط الصيد البحري على مدينة الداخلة ما نقدرش نشملو. نتكلموا عن قطاع نتكلموا عن قطاع الصيد البحري كنذكروا بالخصوص ثلاثة ديال الأنواع. كنتكلموا عن الصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد بعالي البحار. كل واحد عنده تأثير نسبي على المدينة. ملي كنتكلموا عن قطاع الصيد التقليدي كنتكلموا كنكونوا عن هو اللي شاد الحيز الأكبر بحكم عن تقريبا واحد النسبة كبيرة من أبناء المنطقة اللي كيعملوا كبحارة وكمالكين للمراكب ديال الصيد التقليدي، ناهيك عن حتى المعامل اللي كيمتلكها الناس ديال الإقليم اللي ينشطوا في هذا العمل. و يعني بصفة عامة كنلقى واحد نسبة كبيرة اللي خدامين من أبناء المنطقة في الصيد التقليدي، يعني كيشمل واحد نسبة كبيرة. أما ملي كنتكلموا عن الصيد الساحلي، الصيد الساحلي وهو يعني الحلقة الأضعف، هو الصيد اللي تأثيره على المنطقة لا دخل كالمنطقة أو كالعاملين به، كنلقاو عنه ما كيشكلش واحد الشكل كبير بالصورة اللي كينتج منها. اللي كنتكلموا عن صيد الساحلي كنت نعرفوا عن البحارة اللي خدامين في الصيد الساحلي تقريبا 99% أو أكثر من هذا البحارة بحارة ساكنين في المركب بحد ذاته، يعني حتى ما هو ساكنين في, 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 في المدينة، وما كيكونش ذاك الدخل الاقتصادي على المدينة بيهم بحكم عنهم ساكنين في المركب، يكلوا في المركب، يخدموا في المركب. حتى التعامل أرباب المراكب اللي هي الصيد الساحلي مع هذا في التعامل بالنسبة للأجر ديالهم وكذا كيكون موسمي، يعني مثل شهر مثل شهر على مستوى ديال الأكادير، لهذا ما كيكونش واحد التأثير هذا. أما بالنسبة لأبناء الداخلة يعني كبحارة اللي غادي يشتغلوا على هذه المراكب، وهو كاين تقريبا كاين ما يعني منعدم، شوف منعدم يعني نجوا له المراكب بدون استثناء الا لقينا واحد ممكن نقدش نلقاو اثنين اللي خدام في المراكب. وهكا هذا كيرجع على الحاله المزريه اللي فيها الباقوات، على عدم وجود مراكب يعني ديك السلامه البحريه اللي ما كتوفرش فيهم بالمره، ناهيك عن المشاكل اللي كيلقاوها في العمل من جانب الاحتكاك مع ذوك البحاره اللي كيكونوا جلهم يعني كيكونوا جايين من اقليم واحد وكذا كذا، هذا كما يزيد شويه من سنوات اللصوص. وحتى في القضيه اللي كنتكلموا عليها ديال الاجر ديالهم اللي كيكون موسمي من 3 شهور ل 3 شهور اللي كيخلي مشاكل كبيره على ابناء المنطقه يولجوا لهذا النوع من المراكب. اما ملي كنتكلموا عن الصيد ديال عالي البحار بالخصوص الاير اس والفي وهو حلقه متوسطه، الحمد لله لحد الساعه يعني بواحد المجموعه من التدخلات ومجموعه من ابناء المنطقه اللي كاينين والجمعيات الناشطه في القطاع ومن مجموعه من المسؤولين اللي واكبوا الجهود ديالهم على اساس باش يلقاو لنا هذيك الفرص ديال العمل. والحمد لله لحد الساعه كتشكل واحد النسبه نقدر نقول لك نحصرها في 5% من مجموع البحاره العاملين بعد هكا، زياده على العاملين بالميناء اللي كيف تفريغ هذيك الاسماء الحمد لله من ابناء المنطقه. ناهيك عن بعض واحد الساكنه اللي ساكنه هون في المنطقه بطبيعه الحال اللي خدامه في هذه المعامل من اللي كيسوقوا سائقي الشاحنات ولا العاملين بالمعامل ديال التجميد والتصبير هذا السمك. اللي كنقولوا الحمد لله ماشي الى لقات القضيه هكا وفات التحسن، ومن هون للقدام غادي يكون المردود ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون على القطاع. أما لتشغيل اليد العاملة، ديال تشغيل اليد العاملة لحد الساعة بديك الجهود اللي كانت متواضعة و كمجتمع مدني، كمجتمع مدني كنتكلموا، بغينا توفر جهود من الجهات الثانية باش يحاولوا يزيدونا، يعني خاصة هاد المراكب الحمد لله المشكل المراكب ما عندهم الطاقة الاستيعابية ديال البحار ديالهم محدودة فعدد البحارة قلال، اللي كيخلي ملي كيبحر واحد يطلع كيبان عنه كاين، حنا بغينا ماذا بينا يعودوا اكثر يكونوا بالتناوب وكذا كذا يطلعوا البحاره ويخدموا، هذا اللي كاين. على المستوى الادارات ديال الصيد البحري هنا فين كاين العزوف، ولا كاين الفقر اليد العامله المحليه، يعني كنت نتكلموا عن ابناء المنطقه لا مستوى مندوبيه الصيد البحري لا مستوى معهد الصيد البحري لا مستوى المكتب الوطني لاستغلال الموانئ ولا مستوى ديال المكتب الصيد ومرسى مروك، هذو كنلقى واحد الغياب اللي شبه
التام، يعني كنلقاو عنصر تقريبا في كل مؤسسة اللي كان من المنطقة. وهذا كان من هنا كنبلغ واحد الرسالة للمعنيين على القطاع والمسؤولين والمنتخبين باش يحاولوا تشعيل الجهة والموسعة في أبناء المنطقة باش يولدوا الخدمات في هذه المؤسسات الإدارية باش يرفعوا من اليد العاملة. وخصوصا الحمد لله كاينين عندنا كفاءات وكاينين عندنا ناس خريجين لمستوى المعاهد داخل الجهة أو خارج الجهة، والحمد لله يعني ما يخصنا ما هو تدخل هذه الناس.